وجيل عثمان 65 سنة ابنة شهيد تصارع الزمن ببلدية أحنيف، تسكن في مأرب لأنها لا تملك سكنا. حجيلة التي تعاني من التنقل بين الأكواخ والمآرب في غياب أدنى شروط الحياة. مش هي غير خم تجالة البلدية الوالي الشف دايرة ويقنع نارا أقلن السوفري ولاش للي طوالات لا ثكوزينك لا يقيح قراج أثقليها ثم وقلم كيسيس قدما شعدة غن بذوس بوساش في غاز لا جمثت غلمة موتى دي العيب الجزائري إلى قيد مقل دي ليس الجزائر دي ليس نشاهد إلى قيد مقل شايغ لا مان لو تما لا عمي لا خالي لا خوة لا معرف. الشهيد عثمان رزقي والدها يستشهد ليتحرر الوطن، ليجد ابنته حجيلة تترامى بين أحضان الكراء منذ سنة 2001، رغم أنها أودعت ملف سكن لكن دون جدوى. طلبة الحقينو الجزائر ما تجزائري كنكيني دي ليش نشاهد إلى قيد مقل دولة. بابا ماكي يموت في ثمورثينو موت الجزائر نكذي اللي عين الله ذايا الراوي نثولاش كيف انت دك خامنا نسين تميتين دك خامنا الناس ذايا لك قلينا تمنطارة. حجيلة ستخرج من مأربها هذا بحجة انتهاء مدة الكراءة، ستجد نفسها في شارع لا يرحم، فهل تتحرك السلطات المحلية لتعيد لابنة الشهيد كرامة ابنة الشهيد بعد استشهاده وهي أمانة في أعناق الأمة؟